استعانت الفنانة مادلين تبر بلبيس خاص لتصميم الملابس التي ستظهر بها في مسلسل طير يا طيارة، حيث تجسد دور صاحبة أتليه، وستظهر في العمل بمجموعة ملابس سواري وحوالي 25 فستانا لتصل ميزانية الملابس إلى 400,000 جنيه. ومن ناحية أخرى تستعد مادلين لفيلمها الجديد ديفيلي الذي تجسد فيه دور عارضة أزياء معتزلة، تقيم مهرجان لملكات الجمال، وأثناء المهرجان تحدث جريمة قتل. فيها فريدة مالها؟ مفيش إزاي؟ هي بس كده مشكلة مع صاحبتها في الجامعة. أيوة مشكلة إيه؟ ما تشغلش بالك بقى يا فؤاد. ما تشغلش بالي ازاي يا فريدة؟ دي زي بنتي، مش كفاية اخوها اللي احنا مش قادرين عليه؟ انا تعبانة تصبح على خير.